ياه يا ميسا، والله ما مصدقة ان الحكاية دي خلصت على خير. ربنا يخليك ليا يا اخويا يا رب. يا رب. يا بنت انت مفكرة ان واحد زي معتز الكشف ولا كشفات ده هيفرمل سيد اخوكي؟ تبقى عبيطة. ده هما بيقعدوا يتفرعنوا ويعملوا شوية حركات كده وبيجوا عند سيد اخوكي ويفرملوا. اه مش بس كده، ده بيقولوا له امر واحنا النفس. ربنا يخليك لينا يا سيد يا رب. بس انا حاسة ان سيد ما بقاش زي الاول، رجعلي وما رجعش. يمكن رجعلي عشان شايل الهم اللي فوق كتافه ده، عايز يحكي ويفضفض. هو ده تماما اللي ما بيننا يا رحيم. يا حبيبتي اللي حصل لنا بعد نصرة مش قليل، وبالذات على سيد. الدنيا سودت في عينيه وبقى محتاج حد جنبه طول الوقت. ده مش معناه انه حبه ليكي قل او ما بقاش زي الاول. تفتكري ده حب اصلا ولا هو بدلني مكانها؟ اصلا هما كانوا بيقعدوا يحكوا ويشيلوا عن بعض، بس بعد اللي حصل ما بينهم بقى بطوله يعيني، بقى يجي يحكي ويشتكي يمكن عشان يرتاح. وانتي تستكتري عليه الراحه يا بنت؟ انا اقلها يرتاح مع ميسا. سيد كان بيجي يبص في عيني عشان يطمن ويحكي لي ويستنى الرد عشان يرتاح اكتر. دلوقتي بيجي ويحكي ويشتكي وهو مش على عيني، بعيد عني، مش فارقه معايا موجودة ولا مش موجودة. فاهمة قصدي يا رحب؟ والله العظيم أبدا، أنتي بس اللي حساسة زيادة عن اللزوم. يا بنت ما أنتي عارفة أبو خريست بسم الله ما شاء الله علاقاته كتير ويعرف ناس كتيرة قوي، حواليه 100,000 واحدة، كان ممكن يقعد يحكي معاهم يعني، بس هو ساب الناس كلها واختارك أنتي. إيه بت؟ هو أنتي يا أختي بتطمنيني ولا بتقلقيني؟ هقلقك إيه بس؟ بقولك ساب الناس كلها واختارك أنتي، تقولي لي تقلقيني؟ اطمني بقى. ازيك يا طيب؟ زق يا بقى الهادي، ما عدلقاش تملى كرشك في المطرح ده تاني. البقرة اليافطة. ومين قالك يا عم ان انا جاي املى كرشي؟ انا جاي لمؤاخذة املى دماغك. انت هتملى دماغي الطيب؟ بيه يا جدع؟ ده انت دماغك مهوية. عيب عليك، ابو دماغ مهوية ده هو اللي عمال يضرب صاحبك كل ضربة والتانية لما خلاص ظهره اتلوى. طب ما تحسبش على طلبات ما اكلتهاش يا بصراحة. الكار كله عارف ان الليلة عند نصر. لا انت ولا فودة ليكوا فيه. وماله؟ ده عين العقل. اما تصدر ست الستات في الوش وتقعد تدورها انت بمزاجك. لو جه خير لا مؤاخذة تفتح حجرك وتستلقى، ولو جه شر تلاقي اللي يشيل عنك. ماشي يا عم المكار. وايه بقى المصلحة اللي انت جالي فيها؟ شوف يا طيب، النار اللي بين بخاريست وفودة مش هتهدى لما تلوش الكل وتفحم دنيتهم، واللي زيي وزيك هيروح في الرجلين. نعمل احنا ايه؟ نعمل ايه؟ نسيبهم يقطعوا بعض، بس نسلك بمصلحة صغيرة. سهلة دي ولا صعبة؟ طب وإيه بقى المصلحة اللي ممكن تبد بين الطيب وأبو صلاح؟ تكونش عايزني أبيع بوخارست؟ تبيع بوخارست؟ ده أنت تبيع الطيب نفسك. جرايا طيب. ومين قالك إن أنا عايزك تبيع؟ بالعكس، أنا عايزك تقرب له بالأول عشان تعرف تسلك لنا منه شهاد بتاع صغيرين نبيعهم أنا وأنت لحسابي. المكسب بالنص، يعني زي ما 100 هيبقى لي. زي ما ليا بقى ليك؟ مش قلت لك هامله دماغك؟ ماشي يا ابو صلاح، سيبني اقلبها في الزيت حبه ولا ايه؟ قلبها بس اوعى تشيط مني. ما تخافش. قشطه يا طيب. السلام يا عسل. انت مركزه في اللي بتقوليه ده؟ معقول عايزه تعملي كده في عامر؟ انا مش قادره افهم انت مستغرب ليه؟ مش هي دي حياته؟ أنا مش عايزة غير خبر في أي برنامج من القناة عندك. القبض على شبكة شواذ في مركب فنجل. وعلى فكرة في الوقت اللي أنا وأنت بنتكلم فيه ده هو اتقبض عليه أوريدي. يعني أنا بكلمك في السابق. أنا مش قادر أصدق إن ده بيحصل. بس ده جوزك يا موجة. يا ستي سيبك مني. انت عارفه البلد كلها هتقول عليكي ايه بعد فضيحه زي دي؟ هتقول عليا سيده اعمال ناجحه عاشت مع راجل سنين ما يستحقش انها تعيش مع سنه واحده. اتحملت اللي مفيش واحده ست تقدر تتحمل. That's it. ببساطه كده وابسط من كده. انا مش عارف اقول لك ايه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان في مليون طريقه لقرصه الودن بدل الفضايح دي.
عارفه، بس دي اقصرته عشان ما يقدرش يقول لي لا بعد كده. وليه ما قلتليش قبل ما تبلغي هادي؟ يعني ما كنتش عايزه اسبب لك اي احراج، بس anyway عادل مش هيقدر يعمل حاجه دلوقتي. انت بقى هتعمل ايه؟ عايزه الخبر انت عندك الليله يا سامي. فكك بقى من الهري اللي عماله تهري عليا من الصبح ده. بأمرت ايه تسيبي بيت ابوكي تعيشي لوحدك؟ برضه يا سيد مش مقتنع. وانا لو قلت يعني انك عازمني في مكان إيه؟ عشان اخلصي، ما تغنيش عليا بكلمتين. ما تكبرش الحكايه بقى يا سيد، والله العظيم زي ما قلت لك، هي شقه جنب شغلي، 5 دقايق وهبقى في المحطه. انا بسهل على نفسي مش اكتر. طب والنبي لا تيجي تشوفها، مش هتلاقي فيها اي حاجه غلط. وبعدين مين يقدر يجي جنبي؟ ده انا اخت سيد بخارز. بلا سيد بلا زفت، مفيش وعد لوحدك يعني مفيش، تفهم ولا لا؟ قوليلي الواد صلاح بيكلمك ولا بيحوم حواليك اليومين دول؟ لا يا اخويا، من ساعة ما رميت له وشكيت وانا ما اعرفش عنه حاجة. ليه؟ وفي حاجة حصلت؟ مفيش، اصله اتلم على اختك نصرة وجوزها اليومين دول، بيتفقوا عليا. قطع ايدي اللي يفكر في كده. مين صلاح ده اصلا؟ عيل غشيم وبيلطش في اللي حواليه وخلاص. اسمعي آية، نهاية الكلام، هتطلعي من هنا على البيت اللي هناك ده، هتلم حاجتك وترمي الشقة لأصحابها، مفهوم؟ يا سيد اسمعي الكلام. ماشي يا سيد، حاضر. وحشتيني والله، وحشتيني يا بنت سلوى. خير يا معلم؟ الست بعتك في ايه المرة دي؟ عيب عيب يا سلوى، مش فوضى الاسمر اللي يتقال له الكلام ده. انت اكتر واحدة عارفة ان مفيش مرة تركب على راسي. امال اللي حصل ده تسميه ايه؟ اول ما شاورت لك بصباعها رميت كل اللي بينا وبعت لي ورقتي. لا فكرت قبل ما تقولها ولا ندمت بعد ما تمتها. ليه يا فوضى؟ كل ده ملوش جواب عندي غير كلمة واحدة بس، مصلحة. طبخة حلوة نصر فيها حتة عظمة ما تتاكلش، بس لو اترمت في النار شوية تجيب مرقتها وتدي الطعم اللي يكيف، وبعد كده بقى تترمي. ولما هي طبخة وجاية على هواك جاي ليه تاني؟ أظبط ملحاها بقى. الله، دي فاكرة بنت إن أقدر أعيش من غيرك؟ أنا جاي عشان أردك يا سلام. تردني؟ ولا ترد أملاكك اللي باسمي؟ يا بنت عين، عيب يا بنت، ما تقوليش كده، ده انا كل ملكك. كان زمانه جبر، واوعى تفكر ترده تاني بدل ما اخلي شكلك وحش وسيرتك على كل لسان. سيح يا ابني اليافطه القديمه وانزل من النوف. نور يا فوده، اتكل على الله انت يا ست الكل. حاضر يا معلم حمام. ايه اللي بيجري في الطريق ده؟ ده لسه ما بيروش، بس لو لمحتك قاعد مع حريمي تاني هتشوف وشي مش طايق. ابن الكلب يا واطي، يا حصلت يا له، لسه ما اتخلقش اللي شطانه ووزه ويفكر ياخد حاجه من فوضى الاسمر. تاخد ومن حبابي عينيك كمان، ولا تعرف تعمل حاجه. هردها. طب جرب، وديتها مكالمة بشيل من الست نصرة، اللي لو عرفت هتخسرها، ولو خسرتها مش هتعرف تجيب اخوها تحت رجليك، وهتبقى التيتا والليلة اللي انت عاملها دي كلها لمؤاخذة بلح. بلاش يا طيب، اسمع كلامي، بلاش بلاش تلعب مع فوضى. انا صبري ليه يا خالد، وانت اكتر واحد عارف اخره كويس اوي. طلقه قد كده تجيب اجلك وانت مش دريان. اوام برضك اوام، انا وانت اخترنا سكتنا ومشينا فيها. انا اخترت بخارس في ضهري،
وانت اخترت اخت نصر في ظهري، بس انا خدت مخرجته في ظهري عشان يحميني منك ومن 100,000 زي. انما انت خدت اخته لما مؤاخذة قتل، ومصيره هيكفيك على بوزك. شربات يا ابني للمعلم فودة، الراجل جاي يهني ويبارك. نورت معاك. تمام كده، تمام يا طيب. مش فاهم انت بتلفي وتدوري على ايه؟ تبعتلي ليه اساسا؟ والله انا حاولت افهمك بطريقه ما تجرحكش، بس انت اللي مش عايز تفهم. تجرحيني في ايه؟ ما تقولي انت عايزها ايه يا اما همشي. ايه مالها ايه؟ خد بص في الورق ده كده. دي تكت رحله لشرم الشيخ، والورقه التانيه فيها حجز اوتيل. اختك ايه كانت قاعده في الاوتيل ده لما كانت مفهماك انها مسافره شغل. عارف كانت بتعمل ايه هناك؟ هقول لك كانت بتعمل ايه هناك. مش عايز اعرف. لا عايز تعرف بس خايف. قلت لك مش عايز اعرف. احمد انت شاكك في حاجه وخايف اني اكدها لك، بس للاسف شكك في محله. اختك ايه ماشيه في سكه غلط يا احمد، وانا بصراحه صعبان عليا قوي اشوفها بتضيع روحها، وعارفه كمان ان اكيد كلام زي ده صعب عليك، بس انا لازم اقوله لك وعندي دليل. لما تقولي لي الكلام ده مستنيني اعمل ايه؟ اروح اقتلها ولا اقتلك انت؟ سيب ايدي، انت اتجننت ولا ايه؟ في حد لازم يموت فهو انت، عشان انت اكيد ليكي سبب في اللي هي وصلت له ده. يا معلم فوده. ايه يا عم المعلمين، ينفع كده تعدي قصاد القهوه من غير ما تشرب حاجه ولا تاخد وجبه؟ حليني من نافوخك السعادة يا سلطان، ما تخليهاش تيجي فيك. لا 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 يا عم، انت هتسن العشور عليا عشان كوبايه شاي ولا ايه؟ مش بعادها يعني تزق لصاحبك واجب كده من غير مرضيه؟ ولا انت شبت ودماغك سطحت انت كمان ولا ايه؟ لا يا عم انا دماغي زي ما هي بشوكها، بس انا اصلي كنت عايزك في كلمتين كده اخير يعني. تعالى انا عايز ارضي ضميري قدام ربنا. اقعد. خير؟ خير يا سلطان؟ ده احنا من ايام جدالله وسكه الخير مقطوعه بينا. اشمعنى السعاده؟ لأن الدنيا ابتدت ترجع لأيام زمان بالصنطة فودة، قبل ما جدالله يجراله اللي جراله. اللمة بتفرط والصبي بيعلم على معلمه، وكل حي فينا ماشي وظهره مكشوف مستني الضرب حجينه منين ومن مين. كلتها كده في وسط الكلام. الصبي بيعلم على معلمه. شوف يا سلطان. شوف انت يا فودة، الليلة بتاعت حمادة الطيب دي ما جاتش فرايحي ولا اوامضه. الصبي اللي كان بيلمعلك بازمتك قلبك في محلك وحريمك عدم المؤاخذه، ودي مش صياعه منه ولا مطاطيه منك. امال ايه بقى يا عراف زمان؟ ذنب ولاد جدالله اللي انت ما صنتهمش من بعديه. قلبت البت على اخوها وبعتها عن حضنه، ولعت بينهم النار عشان قرشين لا هيزودوا ملكك ولا يعلو اسمك. سيد مد ايده في ظهري وضربني بالجامد يا سلطان، واخته ما صدقت ايد من ناحيته. عاوزني لما اشوف عدوي واخته عاوزه تضربه ما فيش في صفها. وزنها بدماغك، ده انت معلم قديم. كنت قديمه فوده، شكل سلطان بتاع زمان هيرجع تاني. وما دام انت خدت صف نصره ما تزعلش مني بقى لما اكون صف سيد. انت عارف لما انا وسيد نبقى في صف واحد قدامك انت والمحروسه، يبقى اللي هيحصل لك مش ذنبه يعدي، ده ضرب بايت. ماشي يا عم المعلمين.
كل مصيبة بيفلت منها كوم، ولادة ميسا دي كوم تاني. اسمع مني. مش مأمن ولا مصدق يا ست الناس، البيت دي بتحب حب عبادة، يعني لو جاب من الأرض وحط عليها برضه هتنخ قصاده. وبعدين يا صلاح بقى معاك ما تقلقنيش، ما هي لو ليلة ميسا دي ما وقعتوش مفيش حاجة تانية هتوقعه ولا هنلاقي له سكة. خلاص نستنى اللي يجي من سكة ميسا عشان خاطرك، وهو برضه يد لوحدها ما تفرمش. لا قول لي يا صلاح، انت ليه عايز تأذيه بالجامد قوي؟ ليه بتخونه وبتضربه في ظهره وانتوا صحاب عمر؟ عجيبة الكلام ده ليه أنا؟ طب ما انتوا اخته ما كانش فيه عرب منكم البعض، وعايزه تجيبي ظهره وتجيبيه الارض اكتر مني، ولا انت قلبك رق وجبتي ورا بدري؟ انا مش ههمد الا لما اكسره، اهد دنيته حته حته قدام عيني. بس انا عندي اللي يخليني اعمل ده، لكن انت ما انت طول عمرك مطوي تحت جناحه وبتقسموا اللقمه مع بعض، دي بتنزل جوفك قبل ما يشم ريحتها. ما عشان كده، عشان كده يا ست الناس، سيد طول عمري شايفني اقل منه تحت جناحه زي ما بتقولي. هو المعلم سيد بوخارست اللي يخطط ويرستق ويرسم، وانا الواد صلاح اللي لو ما نفذش صح ياخد بالجزمه. ده كفايه بصيته ليا لما طلبت ايد اخته. يا شيخه ده حتى ابويا كان بيبدي عليا. يا صلاح، ده انا كنت فاكره اللي بينكم محبه ومرعيه للعيش والملح، اتاري جواك نار من زمان ومدريها. لا يا نصر، لا، انا كان كشف ظهره على حق، ووحياه امي اللي عمري ما احلف بيها كده، انا كنت مستعده فدي بروحي في اي وقت، في اي وقت حتى لو فيها موتي. بس هو اللي اختار يدوس عليا عشان يعلى ويشوف سكته. وعلى فكره أنا عايز أعور سيد أهو، بس مش عايز أموته، عايز أحط السكينة في رقبته بس ما أذبحوش. نفسي أعلمه درس، أفهمه إن صلاح راجل مش قليل. فهمت يا ست الستات؟ الحياة بقت فاضية حواليا، بس عارفة أنا مش حاسس بفرق جامد عشان طول عمري لوحدي، حتى وأنا وسطيهم انت برضه لوحدك. انت عمرك ما انتميت للمكان اللي انت فيه يا احمد، انت هناك باسمك بس، لكن روحك محتاجه تروح في مكان اوسع وافضل. انت ازاي عارفاني كده وفهماني كده مع انك عمرك ما قابلتيني؟ عشان دايما اقولك اني كنت زيك احمد، كنت اعيش كل تفاصيلك دي لحد ما لقيت طريق روحي ارتحت له، وعايزك تبقى معايا فيه. نوجب مع نفسينا للي ما بعد. بس ده هيحصل ازاي؟ ما كل واحد فينا ببلد، انا في حته وانت في اخر الدنيا. نتقابل في مكان صح، احنا محتاجين ارض جديده نبدا فيها. قصدك ايه يعني؟ قصدك نهاجر؟ هجره لله ورسوله، ايه رايك احمد؟ كل حي بياخد نصيبه. يا نهار يا نصره، ده انا بقولك العيال عاملين زي اليتامى، كل واحد فيهم واخد ركنه ومدي ظهره للتاني. جرى ايه يا ميس؟ انت يا اختي جايه تطمني عليا ولا جايه تنقرزيني نقرزه نسوان؟ العيال غلابه صحيح، ما قلناش حاجه، بس انت عايزه نصره تعمل لهم ايه ولا مؤاخذه يا ست البنات؟ اذا كان اخوهم اتذكر اربط عندك يا معلم ولا كلمه زياده، اللي بينك وبينه يفضل ما بينكم انتوا الاتنين وبس، تترشوا في وش بعض لما تتقابلوا، لكن تجيب سيرته وهو مش موجود عليا النعم. بقول لك يا بيت ما تهبطي شوي. الله، وهو قال اللي مش فيه؟ اه، هو اللي جه عليهم زي ما جه علينا قبلي. ولو عندك كلمتين عايزة تديهم لحد في جنابه يبقى هو مش احنا. يا لهوي يا نصرة، انت يا اختي اللي بتقولي كده؟ يا خسارة، طول ما انت راميه نفسك في حضن اللي بيكرهوه عمر ما قلبك ما هيصفاله. والنبي قلبانه، قلبانه يا نصر. انت يا ميسا، انا عايزه اقول لك حاجه كده بالمداريه عشان ما اكسرش بخاطرك.
ارخي يا اختي حبل العشم اللي بينك وبين المحروس شوية، بدل ما تصحي في يوم تلاقيه ملفوف حوالين رقبتك وانتي مش داريانة. في ايه يا نصر؟ لو في حاجة في بالك يا اختي قوليلي عليها، وكل واحد يقتل على اللي في عبه وخلصنا. احنا عايزين مصلحتك يا ميسا، ولو كان على الدغري مفيش اسهل منه. البيه اللي انتي ماشية تردي عن سيرته ده نفض قلبه من يمتك ومرافق مرم اللي فوق، موجة الشاي راكبة على راسه ومغرقة بفلوسها. اثبت يا جدع انت وعدي، قول مش انا يا اخويا اللي تضحك عليا بكلمتين وتوقع بيني وبين سيد. ماشي بالهداوة يا اختي هداوة، محدش فينا غرض الا مصلحتك. طيب وليكي حق يا اختي تتأكدي. طب روحي اسأليه، لو قال ما حصلش عمرك ما تصدقيني لا انا ولا جوزي. ها خش يا بطل. رحاب عمر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا خالتي، وحشتيني. الحمد لله على السلامة، لولاي كان زمانك بتقولي كفارة يا زهن. ربنا يخليك ليا يا اخوي، والنبي من غيرك ما كنت عارفة هبقى فين دلوقتي. ما تقوليش كده، عيب الكلام ده حوبة. طب خلي بس حد يهوب لك يا خالتي وانا شق نصين. ياض انت ما بتحرمش، ما تهدى بقى. خلاص خلاص، خش يا حبيبي ارتاح في اوضه خيالك متوضبه وزي الفل. ارتاح فيه، لازم يستحمى الاول. يلا خش استحمى على كده ارتاح، شوف لي حاجه كلها. حاضر. الله يا اخويا روق، انت هتفضل عاقد لي راسك وزعق لغايه امتى؟ يا ما في ناس بتتخانق وترجع تتصالح تاني. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت ليك غير سيد؟ انا ما كانش ليا غيره، بس هو بقى ليه كتير، ما يبانيش ليه بقى. اهو ده بقى الكلام الماسخ. سيبيه يا هوني، سيبيه يكدب على روحه ويصدقها. انا ماشي. الله اقعد يا صلاح، اقعد، انا عايزك في كلمتين. سيبينا منها شوية. تؤمر يا اخويا. يا صلاح انا عايز اعرف انا بعتك في ايه. فات اواني القوالة، البيعة تمت وخلصت. صح، لما بعتني مع فوضى ونصرة وحكيت حكايتي مع عبد الحليم، ولما رحت لفيت على حماده الطيب عشان تاخد البضاعه من ورا ظهري، مش كده؟ انا بقى عملت ايه قصاد ده كله؟ قصدك عملت ايه قبل ده كله؟ انا كل اللي انا عملته ده كان رد على عمايلك معايا، وعشان تفهم ان انا مش صغير ولا خرع زي ما انت فاكر. انا طول عمري اخوك الصغير وبحترمك وبقدرك وما بقولش لا، بس الصغير بيجي له يوم ويكبر، وانت بقى ما سبتنيش اكبر. الجلاله خدتك وما بقتش شايف غير نفسك يا سيد. تضحكش على نفسك يا صلاح، انت طول عمرك عارف بخرست وجدعنته معاك، بس انت بس اللي بتشيل جوا مني وفي الاخر بترجع تشتكي. عايز تنطرني براها وما اشتكيش؟ ما حصلش، انت اللي اتسرعت، انت اللي ما فهمتش دماغ اخوك. انت اكتر واحد خسر في الليله دي، خسرت صاحبك، خطيبتك، خسرت ابوك. طبعا هتشيلني الغلط زي كل مره ويطلع صلاح هو اللي وقسم. بقولك ايه، اخري معاك ايه يا سيد؟ اخري معاك سكتي، ده عشان ما تقولش منا صلاح البضاعة وهديها لك، بس قصاد عيني صلاح انا عايزك تدخل سوق كبير. وانت غرضك ايه من ورا ده يا سيد؟ عايزنا بقى عصفورة في حجر فودة؟ يا ابني فودة مش بعيد عن عينيا عشان اتشعبط فوق كتاف حد وابص عليه. يا ترى بعمل كده عشان انت اخويا صاحبي، عشان ما تتوهش مني وتلحق باقي الناس اللي حواليك اللي بيحبوك. مش شاري يا سيد. يا ابني وانا مش بايع، انا بعمل كده معاك جدعان، افهم الكلام. أحلى شاي لأحلى شباب. يلا يا حبيبي، يلا يا سيد. قلت يا صلاح. ماشي. سلام عليكم. يا حبيبة النبي لا تقعد يا سيد. اخلص يا طيب. يا عم خد مني المفيد وبلغني. لا أرس عليه. يلا طير.
بقول لك يا ميس، النهارده دماغي مش رايقه. عندك كلمتين على السريع قوليهم، ما عندكيش اطلع على المشرب وانا هاجي وراكي. ما بتجيش يا سيد، ولا انا جايلك فيه مستعجل ومستعجل قوي كمان. شاري ولا بقى في اهم مني؟ اخلصي، عايز تقولي ايه؟ هنتجوز امتى يا سيد؟ نتجوز؟ اه نتجوز. ايه؟ عيبة؟ لا مش عيبة، بس مش وقته. لا وقته، وعين وقته كمان يا سيد. انت بسم الله ما شاء الله القرش مش في ايدك، وبقى عندك بدل الملك 10. مش بس كده، انت بقيت كبيرهم كلهم. القرش انت بتتكلمي عنه ده انا تعبت فيه، قعدت اجري ورا سنين طويله لحد ما وصلت له. ما عنديش بقى استعداد افكر في حاجه تانية واشغل نفسي ويروح مني. غرضك ايه يا سيد من اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي يا ميسه، زمان لو كنا بنصبر ايراد، النهارده لازم نصبر 24 ايراد. الصبر ده بيمشي على الحلال بس ولا بالمزاج؟ مش فاهم. مهجر شايب يا سيد. يعني الكلام طلع بحق للدرجه دي؟ انا رخيصه عندك يا سيد؟ تجيلي بالنهار تشتكيلي اشيل من اللي عليك، وبالليل تروح ترمي نفسك في حضن واحده تانية بتدوس على اللي ما بيننا يا سيد. يا ميسة، مش ذاك كلامك زمان؟ لو في مصلحه اعمل اللي انت عايزه، طالما في الاخر هترجع لي. ده كلامك ولا لا؟ اه ما بترجعش، عملت تدوس على الدنيا كلها مسنود على كلمتين قلتهم لك عشان انت عارف ان انا بحبك. حرام عليك يا سيد، انا بكبر، قلتها لك بدل المره 100. مش عارف اجيب منك عيال ولا حتى من غيرك. غيري؟ ليه بقى كده؟ وبتقولي عيني عينك؟ بتربطيني يا ميسة؟ يعني دلوقتي يا غيري؟ طب مع ألف سلامة يا ميسة. إيه؟ ما صدقت تسمع كلمة مني؟ آه غيرك، ولا هو حلال لك وحرام عليا؟ طب اسمع يا ميسة، اللي بينه وبين موجة مصلحة وبس، مش ينفع سيبها دلوقتي، فاهمة ولا لأ؟ لا مش فاهم. وخد مننا النهي بقى يا سيد، أنا بحبك وعمال أدوس على اللي جوايا عشان شارياك، بس هي كلمة وملهاش نم. يا تبعد عن المرة اللي أنت ماشي معاها دي، يا والله العظيم. يا إيه يا ميسة؟ عايز تحكم عليا وتحاسبيني زي غيرك؟ طب أنا مش هسيب موجة، حتى لو وقفت على شعر راسك. ليه؟ فيها إيه أحسن مني؟ كيفي ومزاجي. قلت لك قبل كده زمان، انا همشي في اي سكه عشان اوصل للي انا عايزه، واقولهم موكل، واي حد يقف قصادي انا هفرقه مهما كان مين. استنى بس يا صلاح، انت قلت اللي عندك، انا لسه ما قلتش اللي عندي، تعالى اقعد. يا ولية سيبيني، عايز انام. اقعد يا صلاح اقعد. بص بقى يا صلاح، انت ادرى الناس بسيد، صاحب صاحبه ومجدع وهترة، انت كنت مستني منه ايه؟ مستني يتجنن عليا، يتخانق معايا، يمسك فيا وما يحلنيش الا بالدم، انما فوتها بسهوله كده غريبة. تصدق بالله ان انت طلعت غشيم، عشت قد ما عشت مع سيد ومعرفتوش. يا ولية انا عارفه اكتر من روح، سيد يحب يشيلني جمايل، ادربك انا الدنيا وهو يلم ورايا وما يعاتبش كأن مفيش حاجة حصلت. يقول لي عادي يا صلاح، كلها بتغلط، بس ما تكررش غلطك، اغلط في حاجة جديدة ماشي وهتلاقي صاحبك في ظهرك. فهمتي؟ طب ايه بقى اللي جد يا صلاح مادام طول عمره بيعمل معاك كده؟ في الأواخر ما بقاش يعمل كده، بقى لسانه زي السيف وعادلي على الواحدة،
وانا كمان غواطت مني وحطيت ايدي في ايد فودة ونصرة ودوسنا بالجامد. طب قولي بقى يا اخويا، وانت بتعمل كده كنت راضي ولا من جواك موجوع ووجعك وزعلك هو اللي ماشيك؟ عايز الحق. كنت مستغربني وكل شوية حاجة جوايا تقولي ده اخوك يلا انت مجنون ياض بتعمل ايه في سعيد، بس كل ما اشوف الغل اللي في عينين نصر وفودة ناري تقيد وافتكر له كل القديم. لا حول الله يا رب، شيطان شيطان اسمه فودة دخل ما بينكم، بس ايه ربك ما بيسيبش اهو خسف بيه ونصف بخارست ورجعكم لبعض. تفتكري؟ الا افتكر، الراجل جاي لحد عندك هنا وحق نفسه ودوقت من كرمه، عايز ايه تاني يا صلاح؟ على الله يا يوني، على الله. تعال يا عمر. ربنا يخليك لي يا خيل. يا انا كنت خلاص قلت رجعت الايام الشقه تاني. شقه مين يا قلت لك مليون مره قبل كده، طول ما انا عايش على وش الدنيا دي ما تخليش حاجه تهدك. وانا جبرت عن الشقه خلاص يا خيل، ووعد مني مش هتاخد الا امين على كل حاجه تقولها. جدع يا امي عامله يا خيل، يا ترى مبسوطه في جوزتها من فودة ولا لسه مقهوره مني؟ سيبك من امك بسمع مني الكلمتين دول. انت دلوقتي كبرت وبقيت راجل وتقدر تقدر كلام الرجاله، ولا هتسمعه مني دلوقتي احسن ما تسمعه من امك ولا غيرها؟ خير يا خير. وانا في سنك كنت شايل البيت على كتافي، ومهما حصل فيه ولا جرى انا كنت بتبت فيه، لولا كده البيت ده كان زمان بتهدي من زمان. وايه الجديد يعني؟ ابوك، ابوك واحد من الناس اللي كانوا عايزين يهدوا البيت ده. ابويا؟ مال ابويا مال البيت؟ كان عايز يهدوا ازاي يعني؟ زمان لما رفضت جوازه من نصر وقف قصادي وولع الدنيا، عاندني لو دراعي اللي كان يهد بيه بالجدل، بس انا مكنتش عارف اني اتجوز امك، مكنتش عارف اني كانت حامل فيك، بس ورحمة امي انا كنت اعرف كل ده. عمري ما كنت افكر ازيه. انت ابوك ما ماتش في حادثه، يعني انت اللي حطيت عليه؟